كيف تفكر معصية والله يراك، كيف تفكر معصية والله يسمعك، كيف تفكر معصية والله يعلم ما في صدرك. وذلك يا إخوانا اللي تعلم هذا المعنى وعاشه استحق أن يكون هو بالفعل يعني المؤمن الحق اللي يتمنى الإنسان أن حتى يعني يراه يتعامل معه. سيدنا عمر بن الخطاب لما مر بالرعية بليل وكان معه أحد الصحابة فسمع حوار داخل البيت ومشي في الطريق، امرأة تقول لأخرى أمزج الماء باللبن، فردت الثانية قالت أولم ينهك أمير المؤمنين عن مزج الماء باللبن، قالت أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا، فأجابتها قالت إن كان أمير المؤمنين لا يسمعنا ولا يرانا فرب أمير المؤمنين يسمعنا ويرانا، والله لا أعصي الله ولا أمزج الماء باللبن. سيدنا عمر سمع الحوار من خلف الجدار، فأمر سيدنا أبو هريرة قال له إن أصبح الصباح يعني ابحث لنا عن قصة المرأتين. فجاء يقول إن دي امرأة وبنتها والبنت بكر لسه متزوج. لما علم عمر هذا المشهد منها وأنها مراقبة لربها مستحضرة لسماع الله لها ورؤية الله لها ومتابعة الله لها وعلم الله بها، جمع أولاده أولاد أمير المؤمنين وقال كلمة عجيبة، قال أيكم يتزوج امرأة أحسبها من أهل الجنة؟ قالوا من يا أبتي؟ قال فلانة بنت باءة اللبن. منها تزوجها؟ عايز زوجها الواحد من أولاد أمير المؤمنين. فترددت نفوسه، هذه اتجوز واحدة بنت من عيلة القوم لكن بنت باءة لبن غلبان. فلما ترددوا قال عمر والله لو لم يعقد عليها أحد منكم لعقدت لها على نفسي، ما تجوزهاش واحد منكم حجوزها أنا، دي ما سيبهاش أبدا. فوافق سيدنا عاصم ابن عمر فتزوجها، فكانت أشهر زوجات أبناء عمر على الإطلاق. هذه المرأة أنجب منها عاصم بنت سماها ليلى بنت عاصم بن الخطاب، ليلى دي أم عمر بن العزيز. يبقى سيدنا عمر نسبه جاي لهذا الأصل، جدته أم أمه بنت باعة الله، فأصبحت أشهر زوجات أبناء عمر. وكلما ذكرت قصتها دعا الناس لها، خرجت ليلى اللي خرجت لنا عاصم، عاصم نفسه لما يعني عمر بن العزيز لما خرج من نسب عاصم يوم عدل بين الناس وبني أمية ترددوا، رجاء بن حيوة قال ويحكم عمدتم لابنكم عبد العزيز فزوجتموه بليلى بنت عاصم بن عمر الخطاب فأتتكم بعمر ملفوفة، جابت له عمر الخطاب مرة تانية لا تلوموا إلا أنفسكم، أتتكم بعمر ملفوفة. مجرد أن عمر رأى فيها مراقبة لربها أبى أن يحرم نسبها ومصاهرته.